بواقع أكثر من 400,000 دونم تستعد زراعة ذيقار بإطلاق الموسم الشتوي لزراعة الحنطة والشعير، مساحات زراعية جديدة تدخل ضمن الخطة الزراعية لهذا الموسم بزراعة المحصولين اللذان شهدا تراجعا بالمواسم الماضية. الخطة الزراعية الشتوية الموسم الحالي 2020-2021 تمثل بزراعة محصول الحنطة باقع 346 ألف دونم ومحصول الشعير ب 70,015 دونم. طبعا الوزارة عدت برامج بهذا الموضوع، منها تجهيز المزارعين بالبذور المصدقة وبأسعار مدعومة، وكذلك الأسمدة الكيميائية من داب ويوريا وغيرها. أما أصحاب الشأن من الفلاحين وأصحاب الأراضي يتعهدون بالاستعداد وضمانة الاكتفاء الذاتي إذا ما وفرت الدولة الأسمدة والمعونات التي تكمل في عملية وفرة الإنتاج الزراعي خاصة من الحنطة والشعير. خطتنا لهذا الموسم إن شاء الله هنالك تحسن في خطتنا الزراعية، قد فاق 400,000 دونم في تنفيذ هذه الخطة، وهنالك زيادة عن العام الماضي بنسبة 20%. نأمل أن تنفذ الخطة الزراعية بالشكل المطلوب وبالشكل الصحيح لغرض الاستفادة من ذلك الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية. والله احنا نقول هاي السنة اللي اجت علينا إن شاء الله سنة الخير، ونشوف الماء يعني كلش هو فريق، والاراضي يعني هواي عندنا واسعه، وان شاء الله احنا مستعدين لزراعه الحمطه والشعير، بس احنا نريد دعم، بس دعم من الدوله. ساعدنا بالكيماوي اول وحده، العلاج يعني مثل الكراب. وبعد وفرة المياه يضمن نجاح الموسم الزراعي بتطبيق خطط ناجعة لضمان عملية الزراعة حتى حصاد المنتج برفع الغبن عن الفلاح من خلال عدم تأخير دفع الاستحقاق المالي له. لقناة التغيير إيهاب الخفاجي، الناصرية.